هو المعرض الجامعي معمول اساسا للطلبه الجدد، وذاك علاش موعده ديما يكون قبل انطلاق دوره التوجيه الاولى. احنا 19 20 21، الدوره 24، سنتين فارتين من الكوفيد كان المعرض عن بعد، موقفش اثناء حضوري. المعرض فيه كل عروض التكوين اللي في جامعه صفاقس تقريبا باستثناء كليه الطب، ما حضرتش لاسباب غير مفهومه ولاسباب غير معقوله ايضا. معناها وهذا بالنسبه لي تعتبر نقطه سوداء في هذا المعرض، لكن سلبياتها تعود على عماده كليه الطب، لانه احنا الفائده مش كان في الطلبه الجدد يجيونا، واللي احنا مخصصين لنا فضاء كامل يرشدوهم على التوجيه وعلى تقنيات التوجيه ومعقوليه التوجيه، وايضا نوريهم المؤسسات شنو هي عروض التكوين نتاعها. دونك المؤسسه مش فقط الطلبه الجدد، عندها ايضا لي سيكل سوبيريور تاع البحث، عروض التكوين، براءات الاختراع كما تشوفوا، ومعنا ايضا مراكز البحث بيوتكنولوجيا، مركز البحث في الرقميات، مركز بحث الزيتونه، علاوه على اثناخ فضاءات مجانيه لنسيج المجتمع المدني كما اس او اس المحرس، كما مدرسه الكاريكاتور، عديد الجمعيات ونوادي الطلبه حضروا باش يوريوا منتوجهم، باش يوريوا واش عندهم. وهذه فكره المعرض ديما نقولها، راهي اوروبا قبل تدخل الاقلاع الصناعي، قبل تعمل الثوره نتاعها، كانت تقوم بالمعارض خاصه في ليفيل فلوفيال على الانهار. المعارض كانوا تقريبا كل اسبوع فما معرض في في في, في اوروبا يعرف الناس بعضها وبمنتوج بعضها وبالثقافه، وهذا اللي يهمنا احنا في فكره الاجتماع في المعرض هذا، هو مش فقط عروض التكوين، هو ايضا تعويد الناس على انها تكون مع بعضها وتفكر بصفه جماعيه. قبل المنزل يزيد نعرفوه يتحسن من المساء ويكثر غدوه وبعد غدوه، لانه ليفيد ميدياتيك، ومرحبا بكل زوار المعرض من طلبه من اوليائهم ومن كل المواطنين، مرحبا بهم. جيت هكا المعرض شنو راك نزيد نسال على لي فاكولتي وكل، هو شو صعيب شويه هكا وشويه ستريس، تحس ستريس اكثر من الباكو نتاع شو، وخاطر المستقبل نتاعك هكا استفسرت و فما هكا ماتيريت هكا وقال لي هي صعيبه بريبا، اما هكا لازم واحد يضحي شويه عاملين لاباس ان شاء الله. ما زلت ما اخذت قرار، وكي جيتوني ثقفت اكثر وخذت ديسيزيون. بريبا ام بي فيها برشا افاق، وانا من الاول نتبع انفورماتيك انجينيرا، كو احسن حاجه معناها بريبا. مشيت للفاكولتي دو سيونس ودنيا تاخو فكره عليهم، حتى اصحابك اللي ما جاوش لازم تعطيهم نصيحه، باسكو انت خذيت برشا ارا. درت باش مشيت لي اتش سي والكوميس، وتو جيت نعمل نظره للكسيك، قاعدة ناخذ فكره، ما ان شاء الله بعد باش ناخذ قرار ان شاء الله. كوميس ان شاء الله معناها حابه ان شاء الله نوصلوا لها. كل يوم معناها بعد كي تعمل اورينتاسيون اللي حدد لك المستقبل نتاعك.